السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معنا شرح المواقع الثلاثة أو الأربعة، أو شرح مواقع تعدين المضمونة. الموقع الأول هو طبعا مش المضمونة، المضمونة يعني التي نسحب منها إثبات السحب كما عودتكم في قناة التليجرام بشكل مفصل. هنا سأشرح لمن طلبني إعادة كيفية إعادة الاستثمار أو الاستثمار. الموقع الأول اللي هو الموقع اسمه إلسو للتعدين السحابي. هذا الموقع هنا نحصل على أرباح من 1 إلى 4 يوميا بالعملات التالية. مكافأة الاشتراك أو التسجيل هي عبارة عن $3. طيب، لمن لم يتسجل يقوم بإمكانك الربح بالمجان أو تجميع العملات بالمجان أو الاستثمار في الموقع المتميز هذا. طيب، التسجيل تقوم بالدخول على من هنا. من أين تبدأ؟ أو هنا حساب الربح، هنا التعديل. التسجيل نفس قضية التسجيل في المواقع، الاسم والباسبورد وكلمة المرور. بعد قيامك بالدخول إلى الموقع تقوم بالتالي. هنا مع التعديل، أولا السي 256 جيجا هرتز تقريبا بيعطيك. تقوم باختيار العملة المناسبة، إما البيتكوين أو البيتكوين كاش، ثم تقوم بالتأشير على الخط الأحمر هذا إلى الأخير حتى يحسب لك سرعة التعدين. هنا بالخطة المجانية اللي $3، هنا مثلا في اليوم تربح 4800 ساتشي، هذا بالنسبة للخطة المجانية. ثم تقوم بالضغط على الباقة الثانية، تقوم بتفعيل العملة التي تريد التعدين عليها. أنا مثلا أريد الإيثريوم، خاص بي هنا في الساعة في اليوم، هذا بالخطة المجانية طبعا 1914 ساتشي كل يوم بدون فعل أي شيء. ثم تقوم باختيار سكريبت، وهي الباقة الثالثة المتاحة بعملتين، الديجي كوين والليت كوين. تختار العملة التي تريد، ثم تقوم باختيارها بالسحب على الدائرة الحمراء هذه كما ترون، إلى الأخير إلى 100% حتى يتم عمل التعدين. هنا في اليوم عبارة عن 13863 ساتشي، هذا بالنسبة للخطة المجانية. الخطة المدفوعة، هنا يقول لك اشتري 41 جيجا هرتز لتحصل على المستوى الثاني. المستوى الأول الذي سيكون 12% بالنسبة للخطة سكريبت. يعني بما يعادل تقريبا $2. وأنا أنصحكم بهذه الخطة، خطة 12%. حاول أن تقوم بتدبير $3 ليس شيئا لديك، أو $2، ثم تبدأ بالتعدين. هنا الإيتاج تقريبا برضو نفسها $3، تشتري بها هنا 7.67 جيجا هرتز حتى تصل المستوى 1، بتكون الربح 12%. أو الخطة الثالثة اللي هي سي اتش، تشتري 201 جيجا بما يعادل تقريبا $2 إلى $3. سنلاحظ فيما يلي. كان هذا التسجيل والتفعيل. طيب، بعد قيامك بالتفعيل، إما تنتظر بالمجان وتسحب أموالك بالمجان، أو تقوم بالوديعة، وهذه أنصحك بها، ولكن لا تستثمر أموال كثيرة، استثمر حدود على تقريبا $2 إلى $3. سنرى هنا عند شراء القوة. طيب، هنا عملة الدولار، مثلا أنا سأشتري بالدولار، سأدفع $2 أو $2، بيعطيني عبارة عن 6.66 ميجا هرتز للإيتاج اللي هي الإيثريوم. والمطلوب فيها إذا هنا الخطة اللي هي إيتاج، هذه الأولى بالنسبة لعملة الإيثريوم. الإيثريوم الكلاسيك إذا دفعنا $2 ستساوي 6، بينما المطلوب هي 7 بوينت، هذا يعني تقريبا ما يعادل $3، عفوا
2.5 دولار تقريبا، يعني أنت بحاجة إلى حدود 2 دولار ونصف أو أقل من النصف اللي هو 0.3، تكفي لشراء الباقة كما رأينا هنا. بالنسبة للباقة الثانية اللي هي السلة، المطلوب فيها تقريبا 200 تقريبا، بتكفيك 2 دولار، 2 دولار تعادلك ما يعادل 200. هنا التعدين، شوف هنا 201، إذا نحتاج 201 تقريبا، بيكون 2.1 دولار للانتقال إلى المستوى الثاني 12% لعملة البيتكوين والبيتكوين كاش. بالنسبة لعملة السكريبت الخاصة بالدوجي كوين واللايت كوين، نحتاج إلى تقريبا 40 للوصول إلى المرحلة الأولى، نحتاج 41 جيجاهات. ال41 بتكون تكلفتها تقريبا 41. بالنسبة للمستوى اللي بعده لا أعلم كم المطلب، بإمكانك استثمار 8 دولار، ستصل تقريبا للمرحلة الثانية أو الثالثة. هنا 2.1 بالنسبة للدوج كوين واللايت كوين، وهذه الاستراتيجية التي سأقوم أنا بشرائها، أو سأقوم بشراء الإيثريوم اللي هي 7، يحتاج لي 7 هنا إيثريوم. أنا أحتاج الإيثريوم لتجميعها كون عملة مستقبلية رائعة. أو بإمكانك ملاحظة أي العملة التي ستسحبها بشكل أسرع مثلا من الذروة. طيب لا يهمنا هذا، بإمكانك الاطلاع على العمولة الخاصة بالسحب. ما يهمنا الآن هو كيف طريقة الإيداع. قبل الإيداع نقوم بكيفية إعادة الاستثمار. إعادة الاستثمار تكون بهذه الطريقة. أنا إذا لا أريد الشراء سأقوم بإعادة الاستثمار. طيب لا أختار الدولار هنا، مثلا هنا أنا أريد أشتري الطاقة سكرايبت، وعندي بيتكوين كاش هنا. إذا البيتكوين كاش ستؤدي لي إلى شراء 1.9 هرتز، بإمكاني أن أقوم بعملية الشراء. يقول لي الحد الأدنى للشراء هو عبارة عن 30 ميجا هرتز. إذا 30 الميجا بكم سوف تطلع؟ تقريبا 3 دولار، 1.5. طيب إذا أردت أن أشتريها مثلا من هنا من البيتكوين كاش لم ينفع، هنا من اللايت كوين مثلا برضو نفس المبلغ، ثم تقوم بعملية الشراء نفس الطريقة. يقول لك القوة الشرائية تكون. طيب إذا أردت شراء الإيتاش بالنسبة للإيثريوم، ثم أخذت اللايت كوين، سأقوم بعملية الشراء. فرق الانتظار الأقل مبلغ هو عبارة عن 5 ميجا هرتز لإعادة الاستثمار، لم أصل إليها. من وصل إليها سيقوم بهذه الطريقة. أولا اختيار الباقة التي يريد الاستثمار عليها بالمبلغ، من هنا اختيار العملة أو المبلغ الذي متاح لك من التعدين، ثم تقوم بكتابته هنا، ثم تقوم بعملية الشراء. طيب أنا سأقوم بالوديعة للإيداع. إذا من هنا شراء الباقة، بإمكانك شراء بالبيتكوين أو البيتكوين كاش أو الدوكوين. أنا سأقوم بالشراء بالدولار هنا من الباير، المبلغ عبارة عن 2.4 دولار، ثم أقوم بالتالي. إذا من هنا 2.4، وهذا هو الباير الخاص بي 2.43، ثم أقوم كنتينيو. إذا هذه الفاتورة الخاصة بي من الباير، كونفيرم. أوكي، إذا تم سيكوريتي أكونت سكسيوفل، أي بمعنى تم وصول المبلغ إلى المحفظة. أنتقل إلى المينينج الخاص بي.
هنا إذا الرصيد. طيب سأقوم بالشراء باي باور، إذا وصلتني هنا 2.4. أنا أريد الشراء أو زيادة السرعة الخاصة بالإيثريوم. هنا الإيثريوم، وهنا أختار الدولار 2.4 عبارة عن 8 ميجا هرتز. سأقوم بالشراء. بليز ويت، انتظر. إذا تمت عملية الشراء بنجاح. أنتقل إلى المينينج. إذا انتقلت لي إلى المرحلة عفوا هنا. هنا كما تلاحظون القوة كما الآن 1، اللي هو عبارة عن ربح 12%. للانتقال إلى المرحلة الثالثة 24، يعني بإمكانك استثمار 5 دولار، وهو مميز هذه الباقة. لمن أراد الاشتراك أن يقوم بالضغط على الرابط الموضح أدنى، وشكرا جزيلا لكم. ننتقل للموقع الثاني.